السلام عليكم. احنا اللايف بتاع النهاردة هنتكلم فيه في موضوعين يعني او ثلاث مواضيع. الموضوع الاولاني هو ايه وضع السوق دلوقتي مع يعني التغير البسيط في اسعار العملات. الموضوع الثاني التوكيلات الممتنعة عن التسليم، ايه الحل؟ هقول لكم برضو الحل، لان انا عملت كذا حد بعت على الواتساب والحمد لله الموضوع مشي وفي ناس استلمت. للناس اللي قلت لهم هتعملوا ايه نفذوا اللي انا قلته وانا ساعدتهم على قد ما اقدر والحمد لله في ناس استلمت. الموضوع الثالث وهي القرارات بعد الفيديو اللي عملناه اول امبارح في الموضوع بتاع سيارات ذوي الهمم، في قرارات جديده طلعت من مجلس النواب وفي تعديلات على القرار القديم اللي كان طلع في شهر فبراير، والحمد لله يعني الدنيا بقت احسن. هنتكلم عن كل الكلام ده في اللايف بتاع النهارده. الاسئله اكتبوا لي لو انتوا حضراتكم، دول الثلاث مواضيع اللي هنتكلم فيهم، لو حضراتكم عايزين اجاوب لكم على اي سؤال في الثلاث مواضيع هتكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد وما عنديش اي مشاكل باذن الله. لو في اي مشكله في الصوت او الصوره قولوا لي علشان ابتدي اعدل مكاني او اعدل الكاميرا، يعني شوفوا لو الدنيا تمام معاكم يلا بينا نبتدي. قولوا لي بس لو الدنيا تمام ولا مش تمام عشان ابتدي كلام، علشان الناس بس لو في مشكله في الصوت. رقم للتواصل مع حضرتك احمد ابراهيم، رقم التواصل بتاعي هو الواتساب ده اللي بتتواصلوا معايا بيه، بتبعتوا لي شكاوي، تبعتوا لي لو حضرتك عملت شكوى في حمايه المستهلك اي حاجه هتبعت لي على الواتساب صوره الشكوى وانا هكمل معاك وفي ظهرك وما تقلقش. الرقم ده هو الواتساب بتاعي 010-64-9313-64 وهكتبه لكم برده بعد ما اخلص اللايف في كومنت. شكرا. ماشي الخطاب حسام فرحات. ايه الخطاب ده؟ تمام يا استاذ قشطه. تمام 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 خلاص يلا بينا يا باشا نبتدي. اول حاجه وضع السوق حاليا، اسعار العمله حاليا رايحه في الاستقرار، يعني خلاص الدولار واليورو. الدولار بقى واقف في الحته بتاعه 18 حاجه و20 خلاص، واليورو واقف في الحته بتاعه 20 و10 20 و15. هل هنفضل على كده؟ لا لسه هينزل شويه كمان، يعني لسه اول ما القرارات بتاعه البنك المركزي عندنا في رفع سعر الفايده يعني هتبقى الناس يعني هتتحرك عليها اكتر، هيبتدي سعر العمله او سعر العملات في مصر هيبتدي يظبط اكتر من كده شويه. ممكن يعني اتعشم طبعا ان احنا في سعر الدولار ينزل عن ال 17 سوري ينزل عن ال 18 يعني 17 وكسور، واليورو اتعشم ان هو يبقى ب 19 وكسور. ما اعتقدش هننزل اقل من كده، يعني انا في ناس كانت بتقول الدولار يوصل ل 16، لا ما اعتقدش. احنا بلد الحاجه اللي بتطلع فيها ما بتنزلش تاني. فده بخصوص العملات. طيب بخصوص الموضوع ده هيأثر على اسعار العربيات، المفروض هيأثر على الاسعار العربيات اللي لسه هتيجي. يعني مثلا النهارده انت لو كنت بتشتري مثلا العربيه بسعر اليورو مثلا كان ب 18 جنيه مثلا، فانت هتشتريها دلوقتي مثلا ب 19 او ب 20 جنيه، فالزياده المفروض عندك 2 جنيه زياده هم دول اللي هيفرقوا في سعر العربيات او سعر السلع عامه اللي هتيجي بعد كده مش دلوقتي، يعني سعر السلع اللي جايه بعد كده. طيب بالنسبه بقى للناس اللي عندها عربيات حجزاها ودفع ثمنها او دفع نص ثمنها، هشرح لكم موضوع بمنتهى البساطه وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم وهقول لكم الحل بتاع القصه دي. الحل بتاع القصه دي ببساطه شديده جدا او القصه ببساطه شديده جدا، انت حضرتك بتروح مثلا، في ناس راحت حجزت عربيات في شهر نوفمبر السنه اللي فاتت وشهر ديسمبر السنه اللي فاتت، ده معناه ان الشركه او الوكيل او الموزع ورد الفلوس اللي حضرتك بعتها دي وردها بعديها. المفروض في اي حته في العالم ماشيه بما يرضي الله المفروض انه بيورد ثمن عربيتك للشركه الام في البلد الاوروبي او البلد بتاعها، اوروبي بقى كوري ياباني صيني، ورد ثمن العربيه بعد ما حضرتك دفعته في خلال 15 يوم. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل دلوقتي ان الشركات والتوكيلات بتتنصل عن الموضوع ده، يعني بتقول لا انا ما وردتش. طب انت ما وردتش عشان انت جشع،
خدت فلوس الناس واشتغلت بيها، فانت جاي عايز كمان انت تحملني المشكله دي؟ يعني انت خدت فلوس الناس واشتغلت بيها، جاي عايز تحملني رفع السعر ده عشان انت ما وردتش؟ ما هو هي حاجه من اتنين، يا اما وردت وعايز تستغلني، يا اما ما وردتش وعايز تستغلني، يعني ملاش حل تاني، يا وردت وعايز تستغلني يا ما وردتش وعايز تستغلني. طيب ايه اللي بيحصل؟ انت حضرتك بتورد الفلوس للشركه الام، او بتورد على الاقل يعني جزء من اللي انت خدته من الناس، فبالتالي الشركه الام بتبتدي تعمل لك العربيات او اللوت اللي انت طالبه، طالب بقى 500 عربيه، طالب 1000 عربيه، الشركه الام بتبتدي بقى ايه تعمل لك اللوت اللي انت طالبه. طيب المفروض خلاص الشركه بتاخد قد ايه؟ تقريبا بتاخد تقريبا من 30 ل 60 يوم تعمل لك اللوت اللي انت طالبه. فانت مثلا خدت فلوس من الناس في شهر 12 شهر ديسمبر، فانت خلاص المفروض هتورد الفلوس دي في يناير، خلاص او يناير يا سيدي، معلش خلينا نيجي على نفسنا شويه، فيبقى المفروض عندك يناير وفبراير ومارس. يناير وفبراير العربيه بتطلع، تبتدي تشحنها انت في اخر فبراير او في اول مارس، فالعربيه توصل، المفروض توصل تستلمها في ابريل. خلاص يعني انا بديكوا ده لو يعني طبعا الاستيراد يعني اللي بيستورد العربيه بتيجي باسهل من كده بكتير، ما بتاخدش الوقت ده كله، بس يعني خلينا نقول ان ده نظام التوكيلات. خلاص وغلط يعني، بس انا بحاول اطلع لهم اي اعذار بس نحاول نمشي الدنيا. فالناس اللي المفروض دفعت في ديسمبر المفروض تستلم في ابريل، والمفروض فلوسها اصلا راحت هناك في الشركه الام. تيجي بقى انت تشوف بقى التوكيل يوم او الموزع يقوم طالع لك يقول لك لا انا هسلمك بالسعر الجديد ده، على طول تاخد بعضك وتطلع لحمايه المستهلك تعمل له محضر، سواء انت دافع ثمن العربيه بالكامل او دافع نص ثمن العربيه فانت ليك حق. تخيل بقى ان في ناس كمان المفروض ان هي دافعه العربيه من نوفمبر من شهر 11، طب اللي دافع فلوس في شهر يناير او شهر فبراير نفس القصه بالظبط، حقك برضو ان انت تستلم على السعر القديم، مفيش حاجه اسمها ان انت تستلم بسعر الجديد. خلاص خلينا بس ايه نتكلم، والله اللي انا بقوله لكم ده كلام بما يرضي الله، كلام ده بما يرضي الله، ولا انا جاي على التوكيلات ولا الموزعين ولا انا جاي على العملاء، انا بتكلم بما يرضي الله. انت النهارده بقى الناس اللي دفعت في فبراير والناس اللي دفعت في يناير، المفروض ان في خلال 15 يوم من تاريخ الوصل اللي في ايدك الشركه او التوكيل او الموزع بيورد الفلوس دي بره للمصنع عشان يعمل لك العربيه اللي حضرتك عايزها. رغم ان برضو المفروض ان انا كتوكيل ليا حصه كل سنه اروح ادفع فلوسها كده من جيبي واشتري العربيات واجيبها، وانت كعميل بتروح تقوم حاطط فلوسك في خلال 15 يوم تكون مستلم عربيتك. طبعا ده في اللالا لاند طبعا عشان ما فيش رقابه من حمايه المستهلك على الناس دي، فما يعني شغالين بمزاجهم. وما علينا ما علينا، مش ده موضوعنا. الموضوع الاكبر من كده ان دلوقتي في ناس دفعه في 11 ودفعه في 12 ودفعه في يناير ودفعه في فبراير ودفعه في اول مارس، وكل الناس دي المفروض هتستلم. لا كل الناس دي قال لك لا الناس دي هتستلم بالسعر الجديد. لا يا باشا، ولا تاخد فلوسك ولا تستلم بالسعر الجديد، وانا ما تقبلش ابدا ان انت تعمل كده. كل اللي حضرتك عليك تعمله بقى خد الحل. في ناس استلمت النهارده، تابعوا معايا بقى لهم يومين بيتابعوا معايا، عملوا زي ما انا قلت لهم، عملوا محضر في حمايه المستهلك وبعت لي الرقم المحضر وانا زقيت من ناحيتي، والناس دي استلمت العربيات النهارده. خلاص فانت اعمل زي ما زي الناس دي ما عملت، حضرتك هتعمل محضر في حمايه المستهلك، بعد ما تعمل المحضر في حمايه المستهلك هتاخد رقمه وتبعته لي على الواتساب اللي انا سايب لك الرقم بتاعه في الديسكريبشن، هكتبه لك في كومنت وهقوله لك دلوقتي 010-649-31-364، وانا برد على الناس. ممكن اتاخر شويه لان انا برد بالدور، بس برد على الناس، وهاخد انا الشكوى دي وهزقها من ناحيتي. خلاص بدون اي مقابل، بس عشان الناس ما تفتكرش ان في اي مقابل ولا في اي مصلحه ولا، واللايف ده ما بكسبش من وراه فلوس ولا اي حاجه، الفيديوهات بس هي اللي باخد من وراها فلوس، انما اللايفات ما باخدش من وراها فلوس.
عشان برضه يبقى ايه كلامنا واضح ان احنا بنعمل الكلام ده ليه، انا وزملائي يعني مش بدون اي تربح ولا لينا في من وراء اي تربح. خلاص طيب، ده بالنسبة للناس اللي هتبقى عندها مشاكل. طبعا اي حد عنده اي مشكلة مع اي توكيل ابعت لي كومنت وقول لي طلباتك وانا هنزل بيها بوست وبرضو هضغط من ناحيتك. امبارح كان في مداخلة كانت ما بين في برنامج بتاع مدام لميس الحديدي، المداخلة دي كانت ما بين المستشار أسامة أبو المجد وصديقي العزيز محمود خير. طبعا مش عايز اقول لكم ان مفيش، طبعا المستشار مع أسامة أبو المجد قال لك كل الناس هتاخد، كل اللي حط 10,000 جنيه عربون هياخد فلوسه، سوري هيستلم عربيته. انا اشك في الكلام ده. وطبعا محمود خيري برضو قال نفس الكلام، قال لا ما فيش حد، الكلام ده ما حصلش ومش هيحصل ودينا قاعدين بنتفرج. وانا فعلا برضو اتفق مع محمود خيري في الكلام ده، لان فعلا ما فيش، لا محدش لسه استلم الا ما يعني اللي انا قلت لكم عليهم دول بداوا يستلموا وبداوا يبعتوا لي ويقولوا لي ان هم استلموا. طيب انا هقرا طبعا الكومنتات، بس اصبروا بس اما اخلص الموضوعين المهمين اللي احنا جايين بنتكلم عليهم. طيب خلاص، فانت لو حضرتك دلوقتي، طبعا هو ده ظلم وافتراء وجشع. التوكيلات ما انا قلت لكم بقى، هم التوكيلات حاجه من اتنين، يعني يا اما انت خدت فلوس الناس شغلتها وقلت يعني ايه لما يجي معاد تسليمهم ولا حاجه ابقى ابعت واجيب، يا اما انت بعت فعلا فلوس الناس عشان تجيب بيهم العربيات وعاوز يعني جشع وخلاص، اللي هو ايه هاخد فلوس وخلاص، ما هو الاسعار العمله اتغيرت فانا انا كمان هغير. لا يا باشا، انت خلاص انت اشتغلت، يعني انا في ناس، احنا طبعا اللي متابعني كويس عارف ان انا بستورد عربيات لصالح الغير. كل الناس اللي دفعوا لي فلوس عربياتهم وانا وردتها كلهم طبعا كلموني لان هم قلقانين، قلت لهم لا مفيش اي تغيير في اي سعر، لان انا خلاص اوريدي انا اشتريت. القصه فين؟ في الدولار الجمركي. الدولار الجمركي وقت بقى ما طلع العربيه من الجمرك، هو لغايه دلوقتي الدولار الجمركي ما اتغيرش. وقت ما طلع العربيه من الجمرك لو اتغير ولا حاجه، مثلا زاد جنيه زاد ربع جنيه زي ما يزيد، ده كله بايصال، بس مش هو ده اللي هيعطلنا يعني. ده رقم، مش هو ده الرقم الكبير، لكن الرقم الكبير في ثمن العربيه وفي الشحن والتامين، هو ده الرقم الكبير. فهو الطبيعي كده، هي الناس كلها كده اصلا يعني، بما يرضي الله كده هي الناس اصلا، ده الصح. انا خلاص طالما انا اشتريت غير ثمن العربيه ليه؟ انا خلاص انا وردت، غير ثمن العربيه ده يبقى في هنا نقطه جشع حصلت في الموضوع، وانا طبعا اللي ما اقبلوش يعني، انا ما اقبلش ان الناس يتعامل معاها كده، فكده انا كمان مش هعمل كده. فطبعا كل الناس كلموني وطمنتهم، قلت لهم ما تقلقوش مفيش تغيير في اي حاجه والدنيا زي الفل وباذن الله يعني الموضوع بسيط. خلاص نخلص، خلصنا من النقطه بتاعه الاستغلال بتاع التوكيلات وان هم ممتنعين، وعرفنا هنعمل ايه بالظبط في الموضوع ده. وانا في ظهركم في القصه دي، ابعتوا لي بس على الواتساب وانا في ظهركم ان شاء الله. نخش بقى للجزئيه الثالثه وهي القصه بتاعت سيارات ذوي الهمم. انا اسف طبعا على الدبدبه والدغدغه اللي احنا عايشين فيها دي. يا حسن، يا حسن قول له يصبر شويه بس. اصبر بس اخلص شويه، اصبر. مش عارف اصور. ما انا عارف، اصلا انا لما باجي اتفرج على الفيديوهات بعد ما بخلص صوت الدب دب دب ده بيرزع في ودانكم، فانا عشان كده يعني مش عايز الصوت ده يفضل ملازم ودنكم يعني. نخش بقى في القصه بتاعت سيارات ذوي الهمم، ودي القصة اللي كانت عاملة مشاكل كتيرة جدا. الناس كل أهالي ذوي الهمم عندهم مشكلة إن إزاي يطلع قرار يقول إن طول ما صاحب كارت أو صاحب الإعاقة أو صاحب الجواب مش موجود في العربية، العربية ما ينفعش تتحرك. طبعا الكلام ده غلط جدا، ودخلنا طبعا عملنا في فيديو معمول للقصة دي واتكلمنا فيه باستفاضة، فمش عايز أكتر عشان بس ما بقاش بعيد الكلام. عايز ترجع للفيديو ده هتلاقيه موجود، والفيديو ده كان ليه تأثير كويس جدا ان مجلس النواب ناقش القصة دي الحمد لله،
وبدات طلع لغايه دلوقتي انا ما شفتش التعديل، لكن المجلس النواب عدل القرار وبقى مسموح للقرايب من الدرجه الاولى يسوقوا العربيه بدون ما يكون معاهم صاحب الجواب او صاحب الكارت الذكي في العربيه. ودي حاجه طبعا يعني الحمد لله ان هي حصلت، لان كانت عامله مشاكل كتير جدا لكل الاهالي ذوي الهمم، فالموضوع ده كان صعب جدا. عايز بقى انت تعالج القصه بتاعت ذوي الهمم اللي بيبيعوا الجوابات. شوف يا باشا بقى انت، طلع لهم بقى فلوس، اعمل لهم يعني، شوف هتقدر تعمل لهم ايه، ساعدهم بيه علشان ما يبيعوش الجواب. يعني مثلا كل اعمل الحصر لكل ذوي الهمم، وكل واحد عايز فلوس هياخد الفلوس وتقفله من على السيستم. يعني خلاص ده كده ملوش ان هو ياخد الجواب، خلاص ده خد 30,000 ولا 35,000 ولا 40,000، فملوش ان هو ياخد جواب. ويجي بعد كده بقى لو حب يطلع بعد كده الجواب، يقول له لا انت واخد فلوس اهي، رد الفلوس اطلع لك الجواب، مفيش مشكله. ولازم يبقى الجواب ده هيجيب هو بعربية بنفسه او يعني باسمه، يعني مش باسم حد تاني، وهو اللي هيسوق العربيه او حد من قرايبه من الدرجه الاولى. لان طبعا انتوا عارفين الجوابات دي بقت بتتباع، وبقى ناس كتير قوي بتسوق العربيات دي، ومش هنعرف نحصرها يعني عشان نتكلم بما يرضي الله يعني. بس يا سيدي ده كده الحمد لله ان في قرار طلع وخلاص، ما الناس ما تقلقش دلوقتي، تقدروا ما فيش اي مشكله. الاقارب من الدرجه الاولى ذوي الهمم يقدروا يسوقوا العربيات لوحدهم، مش لازم يكون موجود معاهم صاحب الكارت الذكي او صاحب الجواب. خلاص اي حد بقى بيسال على الحته بتاعه استيراد سيارات ذوي الهمم، ابعت لي برده طلبك في كومنت، اكتب لي العربيه اللي انت عايزها وانا اسعرها لك. بس خلي بالكم احنا بنستورد من اوروبا بس، ما بنجيبش اي حاجه بره اوروبا. في برده شويه اشاعات اخرى طلعت، قال لك وقف الاستيراد لبعض الحاجات زي اللعب الاطفال والاغذيه واي حاجه هتستخدم عمله من الاخر، والعربيات والكلام ده كله طلع غلط. مفيش قرار ده ما طلعش، مش موجود ولا له اي علاقه، بس يعني مش صح خالص، لا يمس بالصحه باي حاجه. وطبعا طلع ناس كتير اتكلموا في القصه دي، وطلع يعني منشور من البنك المركزي بتجذيب الخبر. فما فيش حاجه اسمها توقف استيراد للفاكهه، توقف الاستيراد للالكترونيات، توقف الاستيراد للسيارات، خلاص ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش موجود والكلام ده كله غلط. فالناس اللي بتتكلم في الحته بتاعه الاستيراد، لا الاستيراد زي ما هو ما فيش اي مشاكل، لكن ممكن يكون في بعض يعني التحجيم البسيط علشان الحفاظ على مرونه سعر الصرف في السوق، لان مصر طالبه قرض من البنك الدولي، فمن الشروط القرض ان يبقى فيه مرونه في سعر الصرف. فعشان يعمل مرونه في سعر الصرف محتاج ان يعني يقلل الضغط شويه على العمله. فالموضوع الاستيراد ما بقاش سهل قوي زي الاول، لكن لا زال شغال وموجود وما فيهوش اي مشكله. طيب انا مش عايز اطول، ابتدي اقرا كومنتات سريعا كده. لو ذوي الهمم شكرا جزيلا على مجهودك العظيم ده محمد رجب، حبيبي محمد تسلم. حسام فرحات الخطاب، خطاب ايه بس اللي انت عايزه؟ ارجو بعد اذنك يا غالي، انا عندي دبابه مصري 2018 عايز استبدل 2013. محمد الدسوقي، والله يا محمد الدسوقي انا ماليش قوي في يعني انا مش شغال في العربيات الكوميرشال عامه، مش شغال فيها العربيات التجاريه، النقل والنص نقل والميكروباص مش شغال فيها، فمش هقدر افيدك. موسى عيد، من حقهم يستلموا وحمايه المستهلك هتجيب حقهم. اه طبعا ده دور حمايه المستهلك بقى يعني من الاخر كده. المهم انا كل الكومنتات دي هرد عليها بقى من على الكمبيوتر او من على الموبايل، عشان بس ما اخليش وقت الفيديو طويل، عشان الناس تقدر تعمل له شير لو محتاجين يشيروه، لان في ثلاث مواضيع مهمه جدا، والثلاثه الحمد لله ايجابيين قوي يعني، الحمد لله في حاجات ايجابيه حاصله فيهم. ويا رب بس اكون قدرت افيدكم بمعلومه، وان شاء الله باذن الله نعيشنا وكان لينا عمر. بكره هحاول اطلع لكم لايف تاني علشان اتابع معاكم سعر العمله. النهارده سعر العمله بقى يعني متزن بقاله كام يوم، فان شاء الله باذن الله نكمل على كده.
كل قنواتي الشرعيه على السوشيال ميديا شريف ياسر اون تراك، سواء اليوتيوب الفيسبوك الانستجرام. تابعوا الانستجرام هتنبسطوا قوي بجد على الانستجرام. التيك توك شريف ياسر 7، التيك توك بحط فيه شويه الشغل بتاعنا يعني. مش عايز اتكلم النهارده عن الشغل اللي موجود في المركز عشان يبقى الفيديو هادف للثلاث مواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها. انا اسف لو كنت طولت عليكم. واحمد ماهر محترم حبيبي يا احمد، ربنا يبارك لك يا رب. والله العظيم انا ما عايز اي حاجه غير ان انا اقدم معلومه للناس، لان هي الحياه كده هات وخد. النهارده انا بدي، بكره هبقى اخد. النهارده انا بساعدك، بكره الاقي حد يساعدني، وهي الدنيا ماشيه كده. وكما تدين تدان من الاخر. النهارده وقفت معاكم في حاجه، بكره ربنا ان شاء الله في زنقتي يبعت لي اللي يقف معايا باذن الله. اشوفكم على خير وشكرا. كان معاكم شريف ياسر اون تراك. السلام عليكم.